مشاهدينا تنضم إلي شبكة مراسلي الغد في الولايات المتحدة الأمريكية كنان الشريف من واشنطن، عمر بشير من ميشيغان، وطارق الدمشقي من نيويورك. كنان، أبدأ معك في واشنطن. الولايات يعني أقرت قانون تمديد استلام التصويت عبر البريد، وبعض الولايات أقرته والبعض رفضه. تفاصيل أكثر معك حول ذلك. نعم، في بنسلفانيا قامت محكمة الولاية بتمديد فرز الأصوات بعد استلامها بعد 3 نوفمبر وحتى 6 نوفمبر، ولكن الجمهوريون قاموا بالطعن في ذلك. حتى اللحظة المحكمة لم تستجب لهم، محكمة بنسلفانيا، ولكن الإجراء الذي سيتخذ أن الأصوات التي وصلت بعد 8 مساء بتوقيت الشرقي يوم 3 نوفمبر ستكون منفصلة، لن يقوم الهيئة الانتخابية لن تقوم برمزها مع باقي الأصوات التي وصلت في ذلك اليوم. كذلك في نورث كارولينا تم التمديد حتى 15 نوفمبر، ولكن المحكمة نورث كارولينا ليست يعني الذي قام بالقرار، ليست محكمة الولاية نفسها، بل كان يعني الالتماس طلب للمحكمة الفيدرالية. حتى اللحظة يقوم أيضا الجمهوريون بالطعن بهذا الموضوع، ولكن أيضا نورث كارولينا لم تجب أو لم يتم الاستجابة لهذا الطعن. في ويسكونسن تمت الاستجابة للجمهوريين في هذا الطعن، وأيضا في مينيسوتا. ولكن جميع الولايات قررت أنه ستفصل الفرز بين حتى التي تمت الموافقة عليها والأصوات التي وصلت متأخرة، سيتم وضعها جانبا ولن يتم جمعها مع باقي الأصوات، تحسبا لأي قانون قضائي قد يثيره الجمهوريون بعد نتائج الانتخابات. القضية تم تمديده عادة، يعني موضوع التمديد بحسب كل ولاية وقانون كل ولاية يسمح بهذا التمديد، ولكن في هذه الانتخابات الفترة خاصة جدا وخاصة بموضوع كورونا، يعني موضوع كورونا هو الذي زاد عدد الأصوات عبر البريد بشكل أكبر لمنع التجمعات في المراكز الانتخابية أثناء التصويت المبكر. ابقي معي كنانة لو سمحتي. عمر، في ميشيغان يعني الرئيس ترامب يزور واتفورد في ميشيغان، وهي زيارة سابعة إلى ميشيغان منذ بداية العام، فلماذا هذا الاهتمام بهذه الولاية؟ نعم هبة، صحيح، هذه الزيارة السابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية ميشيغان منذ بداية العام. واضح أن الجمهوريين يركزون على الولايات التي انتزعوها من الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، ومن بينها ميشيغان التي صوتت بفارق 11,000 صوت فقط لصالح ترامب في الانتخابات الماضية. عليه ترامب يأتي إلى هنا مرارا منذ بداية العام، وما زال مجدولا له زيارتين قبل إغلاق التصويت المبكر في 2 من الشهر المقبل هنا في ميشيغان، هذا التصويت الذي بدأ في 24 من الشهر الجاري. على أي حال، ترامب سيصل بعد حوالي 3 ساعات من الآن إلى مطار مقاطعة أوكلاند، وسيلتقي بأنصاره في مدينة ووترفورد، وسيخطب فيهم ويدعوهم إلى التصويت له في حملته الانتخابية. لكن اللافت أن ترامب هاجم ليلة أمس قبل وصوله إلى هنا الحاكم السابق للولاية، وهو الحاكم الجمهوري ريك سنايدر، واعتبره بأنه كان كارثي على السكان في ميشيغان وإدارته كانت سيئة، واعتبره مسؤولا أيضا عن أزمة ووتر فلينت، مدينة فلينت التي حصل فيها تسمم أطال أو هدد حياة 100,000 شخص، وهذه الإدارة اعتبرها كانت سيئة. لكن ليست هذه الأسباب الحقيقية التي هاجم من خلالها ترامب الحاكم السابق للولاية الجمهوري الذي هو من نفس حزب ترامب، لكن هذا الاتهام أو هذا الهجوم جاء بعد أن أعلن ليك سنايدر أنه سيصوت لجو بايدن في الانتخابات المقبلة. قال إنه فخور بانتمائه للجمهوريين ولكنه أمريكي بالدرجة الأولى، ويرى أن بايدن هو الأفضل لإدارة أمريكا في السنوات الأربع المقبل بشكل
بشكل خاص لإدارة الأزمات هنا في ميشيغان. ميشيغان من أهم الولايات الاقتصادية والتي ما زالت تشهد ركودا اقتصاديا رغم التحسن الذي شهدته في السنوات الماضية، لكنها تبقى بعيدة عن ما كانت عليه سابقا. طارق، في نيويورك المجالس، نواب المجالس الحكومية بمدينة نيويورك فرضوا على الهيئة العليا للانتخابات توفير الترجمة للغة العربية في مراكز الاقتراع. إلى أي مدى العنصر العربي الأمريكي هو مؤثر بمعادلة الانتخابات؟ نعم، بعدما يعني أعطيت الأوامر لهيئة الانتخابات من أغلب أعضاء ونواب المجالس المحلية بتوفير خدمات الترجمة لأكثر اللغات ليس فقط العربية، ولكن عندما تكلمت لأحد النواب البارحة عبر الهاتف قال لي إنه يريد أن هذه 10% الموجودة غير الناطقة باللغة الإنجليزية من كبار السن الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية خلال الفترات الماضية ولكنهم لا يعني يختلطون جيدا بالمجتمع ولا يمارسون حقوقهم الدستورية أن يدخلوا بهذه الانتخابات. طبعا هذا الشخص الذي تكلمت معه هو جمهوري، هو لا يريد من هؤلاء أن يذهبوا لكي ينتخبوا ترامب أو بايدن. الآن يعني على المشاهد أن يعلم هذه الانتخابات ليست فقط للرئيس، هناك أعضاء النواب والأعضاء المجالس المحلية يعني يخوض أيضا سباق انتخابي على المستوى المحلي في نيويورك. رغم أنها زرقاء يعني قاتمة ديمقراطية أصيلة، الأقليات تلعب دور جدا كبير باختيار المندوبين وعمدة المدينة ويعني كل النواب حتى وإن كانوا جمهوريون. فإن استطاع المترشح لأي منصب محلي حتى وإن كان من الحزب الجمهوري إقناع هذه الأقليات غالبا سوف يأخذ هذا المقعد بكل سهولة، كما حدث مع عمدة مدينة نيويورك السابق جوليو، حاليا هو عمدة، هو محامي ترامب جولياني. هناك أحداث جدا أيضا حدثت في المدينة، بدأت أصحاب المحلات بإغلاق نوافذهم بألواح خشبية تحسبا من أي اضطرابات سوف تحدث يعني كردة فعل على نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة، خوفا أن تتحول كما تحولت مظاهرات العدالة لفلويد إلى مظاهرات سلب ونهب وسرقة. هذا ما كل ما هو جديد من نيويورك. شكرا لشبكة مراسلي الغد طارق الدمشقي من نيويورك، عمر بشير من ميشيغان، وكنان الشريف من واشنطن.